بتعرف بشو كنت عم فكر؟ شو؟ إنه أنا ضايقتك بنقي مو؟ وضغطت عليك بهالفترة. أنت تحملتي كتير قصص، ومعظم هدول القصص أنا سببهم. إيه بس أنت ضحية مثلي توني. فوق ما أنت مضغوط منهم إجيت أنا كمان ضغطت عليك وعملت مثلهم. بشكرك على وقفتك جنبي. لازم تعرف إني بوثق فيك وواثقة إنك رح تخلصني من اللي عم يبتزوني. بعرف إنك عم تصرف كتير مصاري. أي حدا مكانك ما بيعمل هالشي ولا أي حدا تاني طوني. لأنه المصاري ما بتهمني، المهم نخلص ونرتاح بقى. عن قريب اتنيناتنا رح نكون أحرار.